هاكل. قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا وإنما يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي أي الله على وجه الأرض عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا سئلوا فأفتوا بغير علم فأضلوا وضلوا. قام ابن القيم عرفك الثاني هذول قل عيشك ساكت الله يهديك لما بتعرف طالع لبعض التجهيزات تجهيزات الفلوكات شوف بعض الأمور إن شاء الله اللي مساعدة على التصوير في الجميع. بسم الله. نأخذ بطاريات للزوم، جهاز الزوم لتسجيل الصوت. جميل. زيارة سريعة، زيارة سريعة. السلام عليكم. مساكم الله بالخير. مساكم بالشهر. الله يعافيك. سلامك الله. شوكم. اهلا اهلا بك. فلوس الحين ها شلونك؟ انتك طيب؟ مساكم بخير. سلامك الله. شوكم. مساكم بخير. صفحتك يا شيخ. الله يبارك. ايش اللي بدأ على ايش؟ الله يسلمك يا شيخ. جميل جميل. شلونكم نستفيد؟ هذا الميزانة؟ هذا ميزان الجام. جميل. هذه مطارة غريبة، هذه جميلة. أيوة. إيش ال؟ إيش تميز به؟ ممتاز ممتاز. هذه انسيابية. جميل. هذه صيانة دراجة. جميل. هذه الدراجة كانت بيضاء وصبغوها إلى لون رمادي محروق. هذه دراجة المنحنى. وهذه سروج مريحة للراكبين. أستودعكم الله. إن شاء الله ما يحفظكم. السلام عليكم. الدراجة الآن إلى الصيانة. إلى الصيانة. هذه الدراجة طلعت باللوك جديد بعد عملية الصيانة والتنظيف. شكرا يا ابو نواف. الله يسلمك. الله يزكيك. الله يبارك فيكم. جهود طيبة. الله يحفظكم ويبارك فيكم. وزننا المكادح وايضا التروس مع التنظيف وايضا غير التعشيق. جدا رائع. جميل جميل. هذه حقيبة الدراجة ان شاء الله راح تكون مع الدراجة على الخلفية الرحلات. أنا كنت أنتظرها من زمان لكن هذا عرض وإن شاء الله ننسق عملية تركيبها بالمستقبل. تكون قيمته عالية وعزيزة لدرجة أنه لا أحد يجيد مثل ما يجيده، فيطلب ما يريد من الشركات التي تريد تعاقد معه بل ويفرض شروطه عليها. يلا السلام عليكم. طبعا الكوتش سعد السعيد. الله يسعدك. الله خير. وصاحبنا بدون صورة المدرب سعد الخليفة الدولي. طبعا
نعيد في هذا المقهى والحقيقة لا يستحق الزيارة، مقهى مش جيد. ايش تبغى أقول يعني؟ صارحناهم قلنا لهم يعني هذا المقهى مش مريح، مش مريح، سجائر وأفلام وفي رمضان ما يستحق الزيارة مرة ثانية. جميل أن يكون هناك احترام في رمضان وطبيعة رمضان وروحانية رمضان. كنا في حوار عندنا المستشارين وأيضا المتدربين، الاستشارات غير الرسمية بالفعل يعني تساعد على فك أزمة لدى البعض. يبقى أن هناك فئة أخرى لا، هو فقط يريد أن ينفس، لا يريد الحلول، يريد فقط أن يفضفض. لذلك الاستشارات الرسمية مدفوعة القيمة يكون أثرها على المستشير أكبر، لأنه يدرك بأن هذه الاستشارة لها قيمة ويتابع معها، لأنه يبحث عن نتيجة، يعني مقابل ما دفع يبحث عن النتيجة. في مجال تدريب الشخصيات الـ VIP، التدريب الشخصي الفردي، من النادر جداً أن يعني يترك المتدرب التطبيق، لها متابعة، لها تقارير، البحث والتدقيق وراء النتائج، يعني ماذا تعلمت، مما تعلمت، ما هي التطبيقات، ما هي المواقف اللي أنت واجهتها ما بعد الدورة، ما بعد المهارة، ما بعد ما تعلمت أنت الآن وأخذت العلم وأخذت المعرفة التطبيقية. في الواقع التطبيقي ماذا واجهت؟ لا شك أنك ستواجه مواقف جديدة، هذه المواقف الجديدة تحتاج فيها إلى الكوتش، إلى المدرب، ترجع مرة ثانية وتعطيه التغذية الراجعة، الفيدباك، ثم هو يساندك في عملية التطور ما بعد الدورة التدريبية. عند السؤال مشغول، ما عندي وقت، هذا ما ينفع، هذا خطأ، يعني هذا خطأ يحتاج أيضا إلى تعديل. إدارة الذات أمر مهم للشخص المسؤول، للشخص صاحب كما يقال الولاية العامة. إذا لم تستطع أن تدير وقتك لن تستطيع أن تدير حياة الآخرين اللي أنت مسؤول عنهم، وطبعا بالذات مسؤولي الوزارات، سواء كبار الموظفين أو الوكلاء أو الوزراء، يكون المسؤولية عليهم أكبر، مسؤولية أكبر. في هذا الإطار لابد أن تكون مهاراتك متناسبة مع منصبك في توافق، يعني منصب عالي مهارات عالية، ولابد الإنسان أن يكون واقعي، يعني كل شخص يحتاج إلى تطوير مهما بلغ في المنصب، يحتاج إلى تطوير، تطوير يتناسب مع المرحلة ومع الحالة ومع الاحتياج. دائما الشخص المسؤول الذي لا يمتلك مهارات لا يقدم منجزات، ما عنده شيء يقدم، يعني ما عنده تميز، يكون دائما الأداء تقليدي، يمر كما يمر أي شخص آخر. لذلك لابد أن ننتبه أن المسؤولين المبدعين هم من يمتلكون المهارة، يمتلكون الطموح، يمتلكون الأهداف والخطط وتطبيقاتها. هل هذا صعب؟ لا أبدا، ما هو صعب، هي عزيمة وإرادة. إذا وجدت العزيمة ووجدت الإرادة يصبح الشخص ما يريد أن يكون. دائما الشخص المسؤول هو يعني أكثر تأثير من الشخص غير المسؤول. الشخص غير المسؤول مسؤول عن نفسه وعن أسرته فقط، أما صاحب الولاية العامة، صاحب المنصب الرفيع، فهو مسؤول عن مئات الألوف إن لم يكن عشرات الملايين من الأنفس، من الناس. لذلك إذا فشل فالفشل كبير، وإذا نجح فالنجاح أكبر. اليوم الآخر الذي لا يوم بعده والذي هو أبد صرمت لا ينتهي. السلام عليكم. ولا ينتهي. طبعا في عندي نصيحة للمدربين، خصوصا المدربين الجدد، لا
لا يقعون في منزلق العلاقات الغير شرعية مع المتدربات أو المستشارات أو المتابعات. وبرضو نصيحة للأخوات الفاضلات، لا يقعن ضحية للمدربين والمستشارين وما إلى ذلك. ينتبه والله يرضى عليكم ويبارك فيكم، إذا كان هناك شيء في حاجة لا بأس. وأيضا الأخوات ولا تخضعن بالقول، يعني لا تمايع والحركات النصكم هذه ما تنفع. الله يرضى عليكم ويبارك فيكم. والشباب برضو انتبهوا، مدربين وغيرهم انتبهوا، رفقا بالقوارير. ما شاء الله ما شاء الله. أي خف خف.